فوق رمال متحركه. انت مش عارف رايح فين، يعني انت عارف مفيش تخطيط لقدام، لانك انت عارف ممكن شهر ولا اتنين وتمشي. يعني المساله، ودايما انا بقول الكيانات الكبيره ما ينفعش معاها غير الاستقرار باختصار، ما ينفعش معاها لجان مؤقته. انا بجيبها من الاخر يعني، لا لازم مجالس مستقره، مجالس منتخبه تقدر تخطط لقدام، مش قضيه اللي بيشتغل حاسس ان يوم ولا التاني هيمشي. صحيح. طب اخطط لقدام ازاي؟ اه فدي نادي بحجم نادي الزمالك يستحق الافضل بالتاكيد. وان لما المهمه دي بدات لقيت نفسي داخل في معارك غريبه جدا. معارك مفيش كلام. انت كنت مفضي دماغك وبتشتغل ناقد جميل ومحلل، لا وفي الامارات بقى مناخ تاني وقصه تانيه وجو تاني. فجاه لقيت ايه الضرب اللي من كل ناحيه ده؟ في والله. ايه؟ في ايه؟ ازاي يعني ايه الجو؟ ازاي؟ يعني اول اجتماع يا استاذ احمد، انا اقول لك اسرار، انا يعني انا شايلها لك يعني حبيبي باختصار. يعني اول اجتماع مثلا لاعضاء المنظومه في مجله الزمالك مثلا على سبيل المثال، فوجئت بان حد صديق ليا الاستاذ محمد رجب، عشان انا بقول لك بالاسم، اللي يعني بكن له احترام شديد، يعني سواء كان معانا في الاستديو ولا مش معانا، كان في قناه الزمالك او بره قناه الزمالك، انا عارف قيمته المهنيه والانسانيه الكبيره. فوجئت بان بيطلبني بالليل في اول يوم للاجتماع ده، بيقول لي بالمناسبه انا جاي لتسجيل كامل للاجتماع. ايه ده؟ في ايه؟ انا بشتغل مهنه. جالك تسجيل كامل؟ هو بيقول لي انا جاي لتسجيل كامل للاجتماع. يا سلام. ما هو الراجل بقى في المنظومه السابقه، يعني انت عارف، خلي بالك منه. فبقى بعت لي مسج، انا جالي تسجيل كامل للاجتماع. انا اتخضيت. ايه ده؟ احنا بنشتغل، احنا بنشتغل مع زملاء وبنشتغل مهنه، ايه اللي بيسجل وايه اللي بيبعت وايه اللي يعني انت كنت قاعد مع اعضاء المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك وحد من اللي كانوا قاعدين سجل وبعتها للراجل بالكامل. طب ليه؟ يعني انا عمال انا اتكلم بمنتهى الاحترام. من اول ما دخلت المنظومه يا استاذ احمد، انا شفت طول عمري انا ما بحبش اغلط، يعني انت عارف مش انا عارف خالص. طبعا خالص. اتربينا على كده. فمن اول وهله قلت لهم احنا جايين هنا نخدم كيان مش نخدم اشخاص. خالص. الكيان ده احنا كلنا بنحبه ولازم نقف جنبه. المساله ده الهدف الرئيسي. ليس مع مين ضد مين خالص. ومش هسمح بحد، انا بقول لك اهو، يغلط في المستوى المرتضى. اجيبها لكم الاخر على طول. ده مش هسمح. ده في الاجتماع اللي اتسجل اول بتاع بالظبط. مش هسمح. احنا مش جايين هنا نغلط في حد. كل واحد خدم في مرحله معينه، حصلت ظروف معينه، احنا جايين في ظروف معينه نخدم الكيان. كلام محترم بشكل اساسي. كلام مش هسمح بحد يغلط. ومش هسمح بحد يصفي حسابات مع حد. تمام. خالص. الكلام ده كله يمكن الزملاء سامعينه دلوقتي وعارفين كويس قوي ان انا صادق فيه. مفيش مجال. طب هو كلمك ليه؟ يعني قال لك كده ليه؟ مش عارف، بيقول لي اصل انت قلت ان مش عارف، انسوا القرف اللي فات، حاجه كده على المانع على فوق رمال متحركه. انت مش عارف رايح فين، يعني انت عارف مفيش تخطيط لقدام، لانك انت عارف ممكن شهر ولا اتنين وتمشي. يعني المساله، ودايما انا بقول الكيانات الكبيره ما ينفعش معاها غير الاستقرار باختصار، ما ينفعش معاها لجان مؤقته. انا بجيبها من الاخر يعني، لا لازم مجالس مستقره، مجالس منتخبه تقدر تخطط لقدام، مش قضيه اللي بيشتغل حاسس ان يوم ولا التاني هيمشي. صحيح. طب اخطط لقدام ازاي؟ فدي نادي بحجم نادي الزمالك يستحق الافضل بالتاكيد. وان لما المهمه دي بدات لقيت نفسي داخل في معارك غريبه جدا. معارك مفيش كلام. انت كنت مفضي دماغك وبتشتغل ناقد جميل ومحلل، لا وفي الامارات بقى مناخ تاني وقصه تانيه وجو تاني. فجاه لقيت الضرب اللي من كل ناحيه ده. في والله. ايه؟ في ايه؟ ازاي يعني؟ ايه الجو؟ ازاي؟ يعني اول اجتماع يا استاذ احمد، انا اقول لك اسرار، انا يعني انا شايلها لك يعني حبيبي باختصار. يعني اول اجتماع مثلا لاعضاء المنظومه في مجله الزمالك مثلا على سبيل المثال، فوجئت بان حد صديق ليا الاستاذ محمد رجب، عشان انا بقول لك بالاسم، اللي يعني بكن له احترام شديد، يعني سواء كان معانا في الاستديو ولا مش معانا، كان في قناه الزمالك او بره قناه الزمالك، انا عارف قيمته المهنيه والانسانيه الكبيره. فوجئت بان بيطلبني بالليل في اول يوم للاجتماع ده، بيقول لي بالمناسبه انا جاي لتسجيل كامل للاجتماع. ايه ده؟ في ايه؟ انا بشتغل مهنه. جالك تسجيل كامل؟ هو بيقول لي انا جالي تسجيل كامل للاجتماع. يا سلام. ما هو الراجل بقى في المنظومه السابقه، يعني انت عارف، خلي بالك منه. فبقى بعت لي مسج، انا جالي تسجيل كامل للاجتماع. انا اتخضيت. ايه ده؟ احنا بنشتغل مع زملاء وبنشتغل مهنه، ايه اللي بيسجل وايه اللي بيبعت وايه اللي يعني انت كنت قاعد مع اعضاء المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك وحد من اللي كانوا قاعدين سجل وبعتها للراجل بالكامل. طب ليه؟ اذا يعني عمال انا اتكلم بمنتهى الاحترام. من اول ما دخلت المنظومه يا استاذ احمد، انا شفت طول عمري انا ما بحبش اغلط، يعني انت عارف مش انا عارف خالص. طبعا خالص. اتربينا على كده. فمن اول وهله قلت لهم احنا جايين هنا نخدم كيان مش نخدم اشخاص. خالص.
الكيان ده احنا كلنا بنحبه ولازم نقف جنبه. المساله ده الهدف الرئيسي. ايوه. ليس مع مين ضد مين خالص. ايوه. ومش هسمع بحد انا بقول لك اهو يغلط في المستوى المرتضى، اجيبها لكم الاخر على طول. ده مش هسمح. ده في الاجتماع اللي اتسجل اول بتاع بالظبط. مش هسمح. احنا مش جايين هنا نغلط في حد. كل واحد خدم في مرحله معينه، حصل ظروف معينه، احنا جايين في ظروف معينه نخدم الكيان. كلام محترم بشكل اساسي. كلام مش هسمح بحد يغلط. ومش هسمح بحد يصفي حسابات مع حد. تمام. خالص. الكلام ده كله يمكن الزملاء سامعينه دلوقتي وعارفين كويس قوي ان انا صادق فيه. مفيش مجال. طب هو كلمك ليه؟ يعني قال لك كده ليه؟ مش عارف، بيقول لي اصل انت قلت ان مش عارف انسوا القرف اللي فات، حاجه كده على المانع.